شنت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية هجوماً على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتهمته بأنه يريد معاقبة مدينة جدة وأهلها وفقاً لقولها، وذلك لسبب سيفاجئكم. بالعودة إلى مدينة جدة، هي العاصمة الساحلية الكبرى لمملكة الحجاز ومنافسة للرياض التي كانت موطن آل سعود. وبحسب زعم المجلة، يواجه سكان المدينة تهديداً بالإخلاء من دون تعويضات. فما السر وراء هذا الهجوم؟ وما صحة مزاعم المجلة؟ في التفاصيل، وجهت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية أصابع الاتهام إلى بن سلمان، زاعمة أنه يريد معاقبة سكان مدينة جدة لعدم رضوخهم لحكم آل سعود مطلقاً. وتابعت المجلة البريطانية: إن الدكتاتوريين العرب يحبون إطلاق عناوين لمشاريع عملاقة، ويبدو أن بن سلمان يقلد السيسي، لكن على الأقل يقوم السيسي بتعويض النازحين ويعيد تسكينهم قبل إرسال حفارات الهدم. وادعت ذا إيكونوميست أن بن سلمان يركز على إنهاء عملية جدة، تاركاً رعاياه لتدبير أمورهم بأنفسهم. ومع انخفاض عدد البنايات المؤهلة للسكن في جدة، ارتفعت الإيجارات واكتظت المدينة بساكنيها، وبعض المتضررين يخيمون في الصحراء. وفي حديث خاص للمجلة، قال أحد المسؤولين في جدة إن هذا الملف هو أحد الأضرار الجانبية المترتبة على الاستبداد. ويضيف كاتب محلي إن هذه الإجراءات هي تدنيس لعروس البحر الأسطورية وفقاً لقوله، ولا أحد يجرؤ على الاحتجاج، وإنه لمن الشجاعة أن يتمتم البعض ويظهر استياءهم. وتابعت المجلة مزاعمها قائلة إن الحكومة السعودية قالت في البداية إن هدفها من هذا المشروع هو إزالة الأحياء التي تقطنها العصابات الإجرامية، لكن بعد ذلك تحركت الجرافات شمالاً وقامت بهدم المنازل القديمة والمساجد والفيلات الجميلة، ووصلت بشكل خطير إلى المدينة القديمة والتي تعتبر موقع تراثي لليونسكو. واعتبرت المجلة أن أحياء جدة الصاخبة والساحرة تتحول إلى مدن أشباح وتبدو وكأنها منطقة حرب. وتستمر المجلة البريطانية ذا إيكونوميست بمزاعمها قائلة إنه لا عجب أن يطلق السعوديون على بن سلمان لقب الجرافة، فقد هدم مدينة جدة القديمة بالجرافات، واختفت معظم مناطقها الجنوبية وجزء كبير من وسط المدينة، حيث تفتك مخالب الحفارات في بقايا المساجد والمدارس والمصانع والأبنية السكنية.